زملائنا التلاميذ أساتذتنا الأفاضل، أحييكم بتهنئة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في الحلقة السابعة من الإذاعة المدرسية التي تبث من مؤسسات الأذكياء فرحانة. يشرفنا اليوم أن نخصص فقرات هذه الحلقة لاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فهي الأم التي أعدت جيلا طيب الأخلاق عظيم التضحيات والبطولات، وهي الأخت والبنت والرفيقة، وهي الجدة التي صنعت تراثا مزركشا عنوان من عناوين الوجود التاريخي والحضاري، وهي الزوجة الحبيبة والصديقة حافظة البقاء ورفيقة الحياة وعباقها الدائم المتجدد في كل مكان. صحيح صديقتي، ويهمنا أن نعرف رأي الإسلام في المرأة ودوره في الرفع من آيات شأنها بعد سنوات الوأد والجاهلية، إلى فقه آيات وأحاديث التي سيقدمها كل من صفاء الأبيض وسامي وصفاء المضماض. اهتمت الشريعة الإسلامية بالمرأة وبمكانتها في المجتمع، قد عرض القرآن الكريم كثيرا من شؤون المرأة، فيما يزيد عن 10 صور من القرآن الكريم، منها سورة النساء، الطلاق، البقرة، النور، الأحزاب، المجادلة، الممتحنة، والتحريم. استوصى الرسول صلى الله عليه وسلم من شيخ قد وردت في ذلك هذه الأحاديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا: عليه أفضل الصلاة والسلام، دنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فالحياة لا تستقيم إلا بتكاتف الرجل والمرأة معا، كل في دائرة اختصاصه. شكرا لكم أصدقائي. كل النصوص الشرعية تؤكد على أهمية احترام المرأة وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها. أما الآن فسنأخذكم في جولة إلى حجرات مدرستنا لنختبر ثقافة أصدقائنا في هذا الشأن مع التلميذة زينب وفقرة سؤال الأسبوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ محمد أمين. ما هي الصورة التي سميت باسم امرأة؟ صورة مريم. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ أدم اسمي. ما هي الصورة التي سميت باسم امرأة؟ صورة مريم. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ هاجر. ما الصورة التي سميت باسم امرأة؟ صورة مريم. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ منال. ما الصورة التي سميت باسم امرأة؟ صورة مريم. أحسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ معتز. ما الصورة التي سميت باسم امرأة؟ لا أعرف. أحسنتم جميعا. فقرتنا التالية ستضاعف من رصيدنا حول موضوع المرأة دائما مع تلميذة إسلام ومحمد وجوية في شخصيات وأحداث. مجموعة كبيرة من السيدات اللاتي استطعنا أن يكتبن أسماءهن بالحروف الذهبية كتب التاريخ العربي والإسلامي، فقد استطاعت النساء أن يقفن جنبا إلى جنب مع الرجال وأن تحققن الإنجازات في نفس الوقت، وقت الذي كانت النساء في عالم كله تشهد عصورا من الجهل والبدائية.
منهن فاطمة فهرية، فاطمة بنت محمد فهرية، امرأة عربية قريشية التي أسست أقدم جامعة في العالم من مالها الخاص عام 245 هجرية، وهي جامعة القرويين في فاس التي تؤكد يونسكو أنها أول جامعة في التاريخ وأول جامعة تمنح إجازة في الطب وأول مؤسسة اخترعت كراسي علمية متخصصة ودرجات علمية. نسيبة بنت حريث كانت وحيدة من أهم السيدة في التاريخ الإسلامي، خرجت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 7 غزوات وكان له دور هام في معالجة جنود المصابين وإسعافهم. إلهان عمر، فعصيت إلهان عمر منذ انتخابها عضوة في مجلس النواب من سوتا عن الحزب الديمقراطي عام 2016، وأصبحت أول صومالية أمريكية تنتخب في هذا المنصب بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تصبح يا أبو زينب واحدة من أشعر نساء العالم الناجحات. شكرا لك صديقي عبد الإله. لكي ننجح في الوصول إلى أهدافنا نحتاج إلى تربية سليمة ورعاية منذ الصغر. صحيح، لذا سننتقل إلى فقرة دليل آباء في تربية أبناء لنكتشف بعض الخطوات الصحيحة في تربية البنات مع إخلاص وسلمى وشيماء. فرض الإسلام على الآباء حقوقا لأبنائهم حتى ينشأ الولد والبنت وهما سويا الخلق والخلق، وأول هذه الحقوق هي اختيار الأم الصالحة ذات الدين والخلق لتربية البنات على وجه الخصوص. فننصحكم بما يلي: أولا، لا للمقارنة، تفضيل الولد عن البنت داخل الأسرة الواحدة يعد أمرا خاطئا، لأن الولد والبنت كلاهما يحتاجان للحب والرعاية والاهتمام. التواصل المستمر يجب أن يكون بين البنت والأم جسر مفتوح للتواصل الدائم بصراحة خلال كل مراحلها العمرية حتى يكون هناك تقارب بينهما من أجل التحدث في كل المواضيع وبدون خطوط حمراء، خاصة وأن الفتاة عندما تصل إلى سن معينة تحتاج إلى معرفة كل شيء عن أمور الحياة. الأخلاق، تربية البنت على الحياة وحثها على انسحاب من مجالس النساء عندما يتطرق الحديث لموضوعات لا يليق أن يستمع إليها الصغار، وتوضيح أهمية ابتعادها عن أصدقاء السوء أو من يقوم بتصرفات منحرفة. أحسنتم جميعا، حان وقت الكشف عن أسماء الفائزين في الحلقة السابقة ثم طرح سؤال جمهور لهذا الأسبوع. سؤال الجمهور هو: كم مرة ذكرت كلمة امرأة في القرآن الكريم؟